السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة الحريق في الجزائر، أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة، والله يحفظ الجزائر وأهلها. تدخلت إسعافات الحماية المدنية في ولاية البويرة صباح اليوم الخميس لأجل حريق غابة قرية الثعالبة في الأخضرية بالبويرة. وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم تسخير لهذه العملية التعداد البشري المكون من 5 ضباط و4 ضباط صف و22 عون، كما تم تسخير 4 شاحنات إطفاء متوسطة وشاحنتي إطفاء خفيفة، فيما لا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة. سلم يا ربي سلم، الله يحفظ الجزائر وأهل الجزائر. طبعا هذه الحرائق بسبب موجة الحار، موجة حارة شديدة بسبب هذه الموجة الحارة، وليس هناك فعل فاعل. الله يحفظ الجزائر وأهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.